ومن أم إيناس تقول نحن من عائلة مغربية، يظهر في أوروبا، نقيم بإيطاليا منذ أكثر من 10 سنوات، وقد فكرنا في شراء منزل عن طريق الاقتراض من البنك، ولكن سمعنا بأن القرض من البنك الربوي حرام، ولكننا في حالة الضرورة لحاجتنا إلى هذا المنزل. فما رأيكم، هل يعتبر هذه الحالة حاجتنا؟ نحن الأسرة المغتربة في حالة ضرورة. وهناك سؤال آخر حول هذا الموضوع، يقول أحد الإخوة، أريدنا أن نشتري منزل في كندا، وقد كنتم رددتم على إحدى الفتاوى في قناة قطر بأن هذا يجوز للمغتربين في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها، لكن في هذه الأيام سمعت من بعض الأصدقاء أنكم تراجعتم عن فتواكم هذه، فهل هذا صحيح؟ يا أخي، لم أتراجع عن فتواي، هذه الفتوى من عدة سنين وأنا أفتي بها، كنت في أول الأمر يعني أحرم هذا الأمر، ووقعت معي مناقشة مع العلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، كان يرى الجواز وكنت أرى التحريم، ثم بعد مدة تغير اجتهادي، ولا حرج على العالم الفقيه أن يتغير اجتهاده بتغير الظروف وتغير الزمان والمكان والأحوال وتغير السن نفسه وتغير النضج والاجتهاد يعني. فأصبحت من عدة سنين أفتي بجواز هذا الأمر عند الحاجة، إذا كان عند الإنسان يعني زوجة وأولاد ومحتاجين إلى منزل ولا يتهيأ له هذا إلا بشراء منزل، الإيجار لا يغني. وقد ناقشنا هذا الأمر في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث مناقشة طويلة في عدة جلسات، وانتهى المجلس إلى قرار بالأغلبية بجواز شراء البيوت عن طريق البنك الربوي، ورأينا في هذا مصلحة كبيرة للمسلمين من نواحي عدة، إنه يوفر للأسرة يعني منزلا مناسبا، ويوفر عليها ما كانت تدفعه إيجارا. الأخ بيقول الإيجار اللي احنا مدفعه أكتر من القسط المطلوب منا، لماذا نكلف المسلم أن ينفع غير المسلمين وهو قادر؟ واحد في ألمانيا قال لي صار 44 سنة، لو كانت هذه الفتوى قديما كن زماني من 20 سنة ملكت البيت. فالبيت الملك غير البيت الإيجار، بيت الملك يرفع مستوى صاحبه، البيوت المملوكة مستواها دائما أرفع، أحياءها أرقى، خدمتها أفضل، المعاملات الناس معها، حتى يقول لك الزبال يعاملني أفضل من ما لو كنت مستأجرا، فالمدارس اللي في المنطقة أفضل، غير أنه معتبر أنه مدين فترفع عنه من الضرائب يعني نسبة كبيرة، فهو مستفيد في الأول وفي الآخر. ولذلك أنا يعني أفتيت، وأفتى بعد ذلك معي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وفيه علماء أفاضل بعضهم يعيش في أوروبا وبعضهم يعيشون في العالم الإسلامي، أفتوا بجواز هذا. فأنا أقول للإخوة يعني لكم أن تشتروا هذه البيوت إن شاء الله، ولا حرج عليكم، والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي دفعتنا إلى هذه الفتوى. والله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد قال العلماء إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة، على أن القاعدة أيضا هذه تكملها قاعدة أخرى، أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني لا يتوسع الإنسان في الضرورة، لا تظل ضرورة، يعني يأخذ على
قدر الضرورة وقدر، يعني محتاج إلى البيت ما يشتريش بيتين، ده لا بيت واحد يعني كفاية.